إذن مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر، حيث أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ضمن سلسلة قراراته مساء أمس الخميس قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات يسمح بعزل أعضاء هيئة التدريس الذين تثبت ممارستهم لما وصفه بالعنف أو العمل الحزبي داخل الجامعات. وبحسب بيان للرئاسة الانقلاب تشمل هذه التعديلات الذي يملك حق التشريع في ظل غياب البرلمان عزل عضو هيئة التدريس الذي يثبت ارتكابه أو الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو إحداث الشغب داخل الجامعات أو منشآتها، ويعاقب عضو هيئة التدريس بالعزل في حال ممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعة أو إدخال سلاح من أي نوع أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو أي مواد تعرض الأفراد والمنشآت للضرر أو الخطر. وشملت عقوبة العزل من يثبت قيامه بكل فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس حسب ما جاء في البيان أو القانون أو القرار، أو من شأنه أن يمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة. حول هذا الموضوع ينضم معنا الآن، يعني حول هذا الموضوع وغيره من المواضيع، الدكتور عبد الموجود الدرديري رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري. أهلا بك دكتور عبد الموجود. بداية، كيف تنظر إلى جملة هذه القرارات وخاصة القرار الذي يسمح بعزل أساتذة الجامعات في حال ثبت عليهم أي نشاط حزبي داخل الجامعة؟ أن أشكر حضراتكم لعملكم ولقناتكم الواعية التي تبحث عن نشر التوعية الفكرية والثقافية للثوار في كل مكان، ومن خلالكم أرسل تحية إجلال وإكبار للشباب المصري الثائر في مصر حتى تعود الحرية والديمقراطية ودولة القانون إلى مصرنا الحبيبة. سلطة الانقلاب سيدي الفاضل تبحث عن عزل كل شيء، حتى ربما تحاول عزل الشعب المصري كله عن مصر. في الحقيقة هذه السلطة هي سلطة مغتصبة لحق الشعب المصري في انتخاب رئيسه، فاختطفت الرئيس واختطفت معه ليس فقط 40,000 الذي تحدث عنهم البرلمان الأوروبي، لكن اختطفوا مصر الحرية، مصر الديمقراطية، مصر دولة القانون. هو في الحقيقة ما يريد أن يقولوا، لكن يستحوا أن يقولوه، هم أنهم يريدوا عزل أستاذ الجامعة. يعني أنا بصفتي أستاذ جامعة، بالله عليك رأيت أستاذ جامعة يحمل سلاح أو يحمل مشكلة أستاذ الجامعة من مفرقعات؟ نعم، يحمل مفرقعات وألعاب نارية. بالله هذا استهزاء بأستاذ الجامعة المصري. لماذا أصبح الأستاذ خطرا على مصر اليوم، أستاذ الجامعة؟ نعم، خطرا في الناحية الفكرية، لأنه يفكر، لأنه حر، لأنه يريد صياغة العقل المصري بطريقة ناقدة. الأستاذ الجامعة الآن هو المفكر الوحيد الباقي في الجامعة، لأن المحاضرة هي فرصة ذهبية لكل أعضاء هيئة التدريس أن يتحدثوا في الشأن العام. هذا جزء توعوي للطلاب حتى يعلموا حقوقهم. لا قيمة للتعليم إن كان التعليم هو حشو العقول كما فعلوا معنا في 60 عام الماضية دون انعكاس على تغيير المجتمع الذي نعيش فيه، فهذا تعليم لا فائدة فيه سيدي. وأنا أتكلم هنا من الولايات المتحدة التي اضطررت أن آتي إليها بعد الانقلاب المجرم. أستاذ الجامعة جزء أصيل من عمله أن يحفز طلابه على المشاركة السياسية. أما في بلاد قمعستان الآن تحت هذا الجنرال القاتل، هذا الجنرال لا يحق له أن يتكلم بعد أن قتل الآلاف من أبناء مصر. ما رأينا جيش يقتل إلا الجيوش المتخلفة، هذا الجيش قتل بقيادة هذه القيادة المتخلفة. طيب ألا تراه أبناء مصر وسجنت الآلاف من أبناء مصر. دكتور عبد الموجود، يعني ألا ترى أن الانقلاب بهذه القرارات يرسخ نفسه، إذا تحدثنا بشكل واقعي، يعني باعتبار أنه بات من الصعب ممارسة أي نوع من أنواع التعبير عن الرأي، بات المدرس، مدرس الجامعة، أستاذ الجامعة أو الطالب مخير بين خيارات، إما التأديب أو الفصل أو يعني الاعتقال، بالتالي أصبح من الصعب أن يكون هناك أي نشاط، وبالتالي الانقلاب يرسخ نفسه شيئا فشيئا. هو يسعى لترسيخ نفسه، لكن هيهات أن يرسخ نفسه. سيدي، إن قرار البرلمان الأوروبي أول أمس أو بالأمس بأنه لم يعترف بالانتخابات الرئيسية لأنها لم ترقى،
للنزاهة الدولية ولن يعترف بانتخابات مجلس الشعب. كيف يثبت نفسه؟ هو يسعى لتثبيت نفسه. هكذا الدكتاتوريات هي تخاف من الحرية فتريد أن تغلق كل نوافذ الحرية. أغلقت نوافذ الحرية في قنوات التلفزيون، في الصحف، حتى في الأحزاب. حزب الأغلبية، بالله عليك، حزب الأغلبية الذي فاز في 5 انتخابات موجود الآن مع جزء كبير من قياداته في السجن، هو يريد أن يمنع كل حركة. لذلك البرلمان الأوروبي قال إن لا توجد حرية بعد 3/7، انغلقت لا حرية حركة ولا حرية تعبير ولا حرية اجتماع. الآن يسعوا لتكميم حتى العقل، لكن هيهات هيهات. كل الأنظمة الدكتاتورية سعت في ذلك، سعى عبد الناصر ومبارك وغيره من هؤلاء، سعت كل الأنظمة الدكتاتورية للكبت. لكن الشعب المصري الآن إذا انكمش فهو ينكمش للاستعداد للانطلاق في موجة ثورية جديدة، هذه في 25 القادم، ثم الذي بعده، ثم الذي بعده. نحن معنا رحلة ثورية إلى أن تتحقق الحرية لكل أبناء مصر، حتى يصبح أستاذ الجامع رمز للتفكير. طيب كيف يمكن أن يؤثر هذا القرار دكتور درديري؟ ممكن هذا القرار له تأثير على الحراك الطلابي الذي لم يهدأ منذ الانقلاب؟ يعني هل يعني يمكن القول أن هذا القرار يمكن أن يحد من قوة هذا الحراك؟ لا أظن. هذا الحراك يعني الآن ما حدث في مصر في 4 سنين الماضية، أستاذي هل تعلم أن هناك 217 أستاذ جامع؟ الدكتور طارق غندور مات في السجن وهو ينزف لمدة 6 ساعات، أستاذ في كلية طب عين شمس يموت بهذه الصورة. هذه الطغمة الآن المتحكمة في مصر تريد أن تقتل مستقبل مصر. هم يسعوا لكبت أساتذة الجامعات، لكن هيهات هيهات. الطلاب الآن اللي تربوا، خاصة اللي بدأ سنه 17 سنة، سنه الآن 21 أو 22 سنة، تربى في روح الثورة، تربى على الحرية، تربى على إحباط الإحباط. هذه الثقافة ليست كانت ثقافتنا التي تربينا عليها. إحنا تربينا على ثقافة الحيط له ودان. هم تربوا مش هنطاطي مش هنطاطي، إحنا كرهنا الصوت الوافي. هناك فرق. هذه الطغمة لا تفهم أن الشعب المصري قد تغير، وأن الشعب المصري الآن يتحرك تدريجيا ليستيقظ هؤلاء الذين نوموا بما حاول الانقلاب أن يعني يغيب وعيهم. البقية ستستيقظ بمرور الوقت. أنا أطالب الشباب الثوري أن يستمروا في حراكهم، لكن في نفس الوقت الوجه الآخر للمعادلة هو أن يساعد الآخرين حتى يعوا أن هذا الانقلاب مصير مصري في يدي مصير قاتم متخلف متجبر. طيب بالنظر إلى المعطيات حتى نعيش حياة حرة دكتور كريمة إن شاء الله. دكتور درديري، يعني بالنظر إلى المعطيات الموجودة على الأرض في مصر الآن، لدينا مشهدين، مشهد متمثل بجملة القرارات التي يصدرها عبد الفتاح السيسي، قرارات تتعلق ب يعني الحد من نشاط أساتذة الجامعات، قرارات تتعلق ب يعني دون الرجوع كما أشار قبل قليل محلل اقتصادي السيد مصطفى فهمي لأنه لا داعي لوجود برلمان، فهناك قرارات وسلسلة قرارات يصدرها هذا الرجل. بالتالي إذا نظرنا إلى الحراك المشتعل يضاف إليه أيضا المعدمون اقتصاديا، هل نحن مقبلون على انفجار في الوضع المصري؟ هناك زيادة في الحراك مقابل زيادة في القرارات يعني المقيدة للحريات في مصر. هكذا هو الملاحظ الآن، أن هذا النظام الدكتاتوري يحفر قبره بيديه وبقراراته. سيدي هذه قرارات إدارية حقيقة لا قيمة لها، الإدارية تلغى فورا بقرار إداري يلغي كل القرارات التي اتخذت. ونحن في البرلمان المصري قلنا تحديدا أننا لن نعترف بأي قرار تم في غياب البرلمان الشرعي. البرلمان اللي عايزين يعملوه ده ليس له قيمة شرعية، حتى البرلمان إذا أتى ديكور لا قيمة، إن لم يكن معبر في انتخابات حرة ونزيهة تسمح للجميع. هذا البرلمان القادم لا يسمح للجميع أن يترشح، فلا قيمة له. حتى إن أتوا ببرلمان ديكوري لا قيمة له في أي مشروع ديمقراطي. هذا الجنرال القاتل الذي قتل شعبه، هم قتلوا الشعب في ربعة وفي غيرها، ظنوا أن هذا الشعب اعتاد على الخوف والجب وسيعود كما تعود الفئران إلى جحوره. طيب كيف ترى مصير الشعب المصري؟ السيدي مصر على استمرار حراكه حتى يحصل بحريته بيده. أخيرا كيف ترى مصير الحريات في مصر وحقوق الإنسان دكتور عبد الموجود؟
الحريات الآن في مأزق شديد وفي مأساة حقيقية، وحقوق الإنسان لا توجد حقوق الإنسان. سيدي 40,000، ما يقرب أكثر من 100 عضو برلمان انتخبوا. يعني عارف حضرتك لما تسجن عضو برلمان، بمعنى ذلك أنك بتسجن الناس اللي انتخبوه 20-30-40، 100,000، 200,000، فأنت بتسجن مئات. الشعب المصري الآن جزء كبير منه يعيش في سجن كبير. فالوضع الحالي هم الناس اللي أيدوا ظنا منهم أن هذا الانقلاب سيأتي بانفراجة في حقوق الإنسان، انفراجة في الحريات، وانفراجة اقتصادية. أنا أقول أن هذا الانقلاب أتى بخراب في حقوق الإنسان، خراب في الحرية السياسية، ولن تتطور العملية الاقتصادية. سيدي ليست هناك اقتصاد إلا بحقوق إنسان. أنا كإنسان، أنا كأستاذ جامعي، إن لم أشعر أن حقوقي محترمة، بالله عليك كيف أعطي طلابي العمل في المصنع؟ والعمال الآن بدأوا يتحرك، إن لم يشعر أنه أخذ حقه كيف يعطي للعمل؟ في كل مكان في العالم إذا تطورت حقوق السياسية والحقوق الفكرية والحقوق البشر الطبيعية في أي دولة، هذا يؤدي لنمو اقتصادي. فالطغيان، وهذا مصداق ربنا سبحانه وتعالى عندما يقول الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فالطغيان والفساد مرتبطان بعضهما ببعض. وهذه النظرة الحضارية تغيب على هؤلاء الانقلابيون الذين لا يفهموا حضارة ولا ثقافة. هم يفهمون في القتل لا شيء آخر، لكن الشعب المصري سيقول كلمته. الشعب المصري في الفترة القادمة سيعلنها كما أعلنها سابقا، أننا نريد الأربع مبادئ الكبرى: عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية، ولن نحيد عن هذا أبدا بإذن الله. شكرا جزيلا لك الدكتور عبد الموجود الدرديري، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري. إذن مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وافيناكم بساعة أجملنا من خلالها المشهد المصري بآخر تفاصيله الميدانية والسياسية وعلى صعيد الحراك المتفجر منذ الانقلاب. شكرا لكم وإلى اللقاء.